الشعب اللبناني مشهور بكلمة نورت، ليش في أحلى من الكهرباء بلبنان؟ أنا اسمي خان من منغوليا، حلمي غني ودق جيتار. أهلي والقبيلة شجعوني سجل ببجم جوت تالنتس، واللي ساعدني يضوي على موهبتي هو مايسترو. أنا قطعت طريق طويل وصعب لو وصلت لهون، وبهيدا الشي بعتبر حالي أعزز إنسان بكل منغوليا والأرض. بس الإضاءة اللمبة بتوع حدا يشوف حدا يحكي الفريق الفني بالشتو. قال لك خير عماي. أنا أهلاً أستاذ خان، كيفك؟ محضر لليوم؟ يلا فيك تبلش، تفضل. أوكي. لك حدا يجي يساعده، جيبوا حدا. ما تجيب حدا، ما أنا حكيت كان فيك تجيب حدا لما حكيت أنا. مرحبا جميعا. هاي، بس شو الاسم؟ أنا اسمي مورأ جريساتي. طيب، فيك تفرجينا على الموقع اللي زدتها معنا؟ فوقت على نفسك هلا بهالبرنامج، عن جد صار 12 سنة بهذا المجال وهو الفن بعد ما شايف مثلك، يعني عن جد فدوى شو رأيك؟ كثير شيء مش طبيعي. واو، أنت فنان، أنا حبيت إحساسك أنت عم تجعلك الورقة، حسيت بروحك، عن جد أنت رح توصل بحياتك، شو رأيك فريدريك؟ هاي. أهلا. شو اسمك؟ اسمي أحمد الدايني. شو موهبتك؟ موهبتي كتير خطيرة صراحة، ومن أنا صغير عم نمي، وأهلي أكيد شجعوني عليها بالنهاية. تفضل. اليوم كان مش طبيعي. شو هيدا؟ من جايبها لدينتك بس استاذ؟ عن جد يعني طريقة لعبتك لدينتك كانت رائعة عن جد، وانا بهنيك على اللي عملته. شو فدوى، شو رأيك؟ عن جد ديك يعني شو اليوم شو عم بيصير معنا؟ مش بدي خلص كثير ديك ولا ديني. عن جد فضلي احمد الديني، اسم الله عليك. عن جد انا شفت الاحساس عم ينبع من دينتك، ودينتك عم ينبع منها الإحساس. دينتك رجعت لي الأمل على حياتي. فريدريك شو رأيك؟ الاكسبيرينس تبعيتي.
حدا. ما انا حكيت كان فيك تجيب حدا لما حكيت انا كات.